راح أشرح لكم موقع فيد. أول شيء ندخل على جوجل نكتب موقع فيد، يطلع لنا أول رابط نضغط عليه. يطلع لي هنا كذا خيار، راح نستخدم الكيمياء. طبعا بيطلع لي كذا خيار، يطلع لي مقياس الرقم الهيدروجيني أساسيات ومقياس البي اتش، راح استخدم مقياس الرقم الهيدروجيني. نضغط على بدء. أول شيء راح استخدم من هنا، راح استخدم الحليب. طيب، وراح أبدأ أحط حليب في الوعاء. بعدين أجيب هذا يقيس لي إذا كان حمضي أو قاعدي، 6.5. إذا كان أقل من 7 راح يكون حمضي، وإذا كان أكبر من 7 راح يكون قاعدي. طبعا بنضيف عليه القليل من الماء ونشوف، صار 7، 6، و61. كان 6.5 والحين 61. كلما قل الرقم الهيدروجيني زاد الحمضية، والعكس صحيح. كلما زاد الرقم الهيدروجيني زاد القاعدية، والعكس صحيح. نستخدم أول شيء نفرق الوعاء عشان نستخدم عصير البرتقال. راح استخدم عصير البرتقال، وراح أقيس 3.5، يعني حمضي. نضيف عليه القليل من الماء ونشوف، 3.73، كان 3.5، يعني مازال حمضي. طبعا الحين راح استخدم الصابون اليدوي، مثل ما قلنا سابقا اللي يكون أقل من 7 يكون حمضي، وفوق 7 يكون قاعدي. نستخدم الصابون اليدوي، نشوف إذا كان أكثر من 7 أو أقل، 10 تماما يعني قاعدي. إذا كان فوق 7 يكون قاعدي، وإذا كان أقل من 7 يكون حمضي. كلما قل الرقم الهيدروجيني زادت الحمضية، والعكس صحيح. كلما زاد الرقم الهيدروجيني زادت القاعدية. كانت معاكم تجربة الطالبة ندى محمد آل شرية، الصف 2 5.